لقد هاجمتها يا إلهي. تعتبر حشرة فرس النبي من بين أقوى الحشرات المفترسة، حتى أنها قد تتغلب على حشرات أكبر منها حجماً، وفي بعض الأحيان تتغلب حتى على الثعابين الصغيرة. في هذا الفيديو سنرى كيف تتعامل حشرة فرس النبي مع هذه السحلية الصغيرة، ومن سيفوز في النهاية رغم توفرها على عينان كبيرتان، إلا أن حشرة فرس النبي تعتمد بشكل كبير على الذبذبات التي تلتقطها بواسطة قرن الاستشعار من أجل تحديد موقع الفريسة. بعد تحديد موقع الفريسة بشكل دقيق، تحاول الهجوم عليها بواسطة ساقيها الأماميتين. تستشعر السحلية الصغيرة وجود خطر ما، لكنها لا تستطيع تحديد موقعه. تحاول أن تبقى ثابتة بدون حركة حتى لا يتم اكتشافها، لكنها سرعان ما تحاول تغيير موقعها للابتعاد عن الخطر. تمتاز ساق حشرة فرس النبي بقوة كبيرة، كما أنها مدرعة بأشواك فتاكة تعمل على تثبيت الفريسة بإحكام، ثم تقوم بالتهامها وهي على قيد الحياة.